بالنسبه للمجموعه اللي اختار عبد الرحيم الطليب فمحمد الايوب في حراسه المرمى كلاعبين اشرف مرزاق ايمن شبالي انور درخات عمر جراري محمد علي بن عمر حمزه مجاهد صلاح الدين في مرمى الحارس ياسين اخروبي تعبت كره راسيه وخطيره تدخل دفاع دائما خطوره سديده جانبا بالقائم الايمن لمرمى الحارس ياسين اخروبي امام صلاح الدين باهي لاعب سابق لفريق الرجاء تعبت الكره بطريقه ممتازه لاحظوا هنا الرأسية ثم تسديدة من شمش بعيد على مرمى الحارس ياسين خاطئة من لاعب محمد علي بن عمر عميد الفريق جاب كرة جهة اليمنى عند بديع ارتفعت كرة ممتازة ولمست أحد اللاعبين كرة في الزاوية المباراة تابعنا كذلك مع المنتخب الوطني المحلي إذا بديع ووك كيساعد تنفيذ الزاوية تعبات الكرة تدخل ممتاز بفائدة عدد الخطر لم يتجاوز فرصة ايمن الحسوني تعبات كرة ممتازة فرصة دائما بديع ووك شنو يعمل بديع ووك بإمكانه أنه يسدد تسديدة عرضية هناك تسلل كان هناك تسلل على اللاعب ايمن الحسوني كانت فرصة بفائدة فريق البداري محمد الناهيري كيستعد في التسديدة ومحمد الأيو يتدخل الناهيري بكل قوة في اتجاه المرمى ومحمد الأيو تدخلات اللي كانت تقول المحاولة الخطيرة لفائدة فريق الوداد تسديدة قوية وتدخل الحارس محمد الأيو إذا غنتابعوا الزاوية إسماعيل الحداد الكرات الثابتة دائما بإمكانها تحمل الخطورة بإمكانها تحمل كذلك الحلول هذه فرصة فرصة داري تسديدة فرصة وليد الكارتي أشرف داري تدخل باعيو ووليد الكارتي أمام المرمى وكذلك هذه الفرصة كانت لفائدة فريق الوداد أشرف لفائدة فريق الوداد رفعت كرة داخل المعترك اسماعيل الحداد الحداد شنو يعمل الحداد بامكانه يسد السديده الارضيه تدخل الدفاع اسماعيل الحداد وضع كانت عنده اصابه وبالتالي ابتعد عن الميادين فتره ليست قصيره عوده صلاح الدين السعيدي اعتقد بامكانها تعطي دفع اخر على مستوى وسط ميدان فريق الوداد لخبره ولتجربه صلاح الدين السعيدي خطأ كان فادح خطأ خطأ فادح للحارس ياسين الخروبي يستغل على نحو جيد الإيفواري جوزيف كيدي كيتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي يمكن هذا هو السيناريو اللي ما كانش كينتظرو فريق الوداد خطأ فادح لياسين الخروبي جوزيف كيدي في المكان المناسب فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي بهذا الهدف اللي كيجي في بداية الشوط الثاني إذا من خطا على مستوى الدفاع يتمكن جوزيف كيدي لاحظوا رجعت الكره ياسين خروبي بغى يمرر عند اشرف داري جوزيف كيدي حتى التسديده لم تكن تسديده قويه تعانق شباك ياسين الخروبي إذا 1-0 لفائده فريق الجيش الملكي في هذه المباراه اكيد اللي غتخلي الان الدقائق المقبله تكون اكثر قوه واكثر تحرك بالنسبه للفريقين خصوصا فريق الوداد غنتظروا ان رده فعل ديالو بعد تسجيل هذا الهدف محمد علي بن عمر باباتوندي ميشيل باباتوندي عندي فرصه ايوب كعبي اول لمسه ايوب كعبي شغل ايوب دائما خطوره ايوب كعبي شنو غادي يعمل كيمرر كان بامكانه انه يعني من جديد يسدد على المرمى كانت فرصه لفائده فريق الوداد من اجل تعديل الكفه ايوب الكعبي اول لمسه كيلقى نفسه يعني وجه باباتوندي ميشيل باباتوندي عندي فرصه ايوب كعبي اول لمسه ايوب كعبي شغل ايوب دائما خطوره ايوب كعبي شنو غادي يعمل كيمرر كان بامكانه انه يعني من جديد يسدد على المرمى كانت فرصه لفائده فريق الوداد من اجل تعديل الكفه ايوب الكعبي اول لمسه كيلقى نفسه يعني وجه لوجه مع الحارس محمد بايو تالي كانت هذه المحاوله التمريره كانت ممتازه من ميشيل باباتوندي حاول انه يلعب الكره بين رجلي محمد بايو ولكن كذلك التدخل كان جيد من الحارس السابق للكوكب المراكشي ايوب الكعبي وضع لعبت الكره طويله في اتجاه لاعب ايوب الكعبي الراسيه كتمشي جانبا وحرك الان الهجوم ديال فريق الوداد نتابعوا هذا الراسيه ولكن وعمر الجراري على مستوى الدفاع فقيمين بدور ممتاز هذه فرصة ما كاينش التسلل فرصة لفائدة فريق الوداد فرصة وتدخل الحارس محمد بايو
لاحظوا ما كانش هناك تسلل، التمريره كانت ممتازه، محمد الناهيري سدد بقوه وتدخل حارس محمد بايو. كنقول بانه بايو حتى الان هو رجل يعني المباراه بالنسبه لفريق الجيش الملكي امام اللاعب حمزه مجاهد. حمزه مجاهد كعبات الكره الراسيه دائما الخطوره، والكره من جديد زاويه قوي رهان صعب للاعب فريق الوداد وللمدرب زوران مارولوفيتش. هذه فرصه ضربه بقص ممتازه محمد بايو. لاحظوا التمريره كانت بشكل جيد، ما كانش هناك تسلل بتاتا للمهاجم ايوب الكعبي، وضربه بقص وسط اللاعب زهير مترجي كتمشي جانبا قلت بانه المسافه في كل شوط يحمل محمد فكري بالفكري، وحكم في كل شوط يحمل محمد فكري دائما محتفظ بالكره يمرر في جهه اليسرى عند لاعب باهيه. رفعت الكره خطيره بين فريق الجيش الملكي، محاوله وتدخل ممتاز قويه نضيف لهم حتى السنغالي موسانطاو. اذا دائما كانت كتمتاز عند لاعبين كيمتازوا تسديد محمد الناهيري سديده قويه. الحكم رفع الرايه، كان فرصة الهدف تسديدة قوية رأسية ديال أيوب الكعبي في المرمى. قلت بأنه ضربات الأخطاء بإمكانها تحمل خطورة. محمد الناهيري يسدد بكل قوة، تدخل بأيو أيوب الكعبي في المكان المناسب كيوضع الكرة في الشباك، ولكن الدخول ديالو حرك الهجوم الآن الهجومية لفريق الوداد. زوير المترجي فرجة فرصة للوداد زوير المترجي، ولكن تبعطى بعض الشيء زوير المترجي، كان بإمكانه أنه يمرر محاولة بإمكانات الطيح الجديد. لعبت كرة تزيد قوية ولكن مشات جانبا من قائم أيمن لمرمى الحارس محمد بايو. محمد ناهيري اللاعب السابق لفريق الوداد عمر جيراري، تمريرة عند لاعب جوزيف ديدي لاعب ايفواري، فرصة لبين فريق الجيش الملكي تسديدة الهدف الثاني لبين فريق الجيش الملكي، الهدف الثاني للجيش الملكي بواسطة اللاعب رضا سليم، وخطأ كان فادح من جديد على مستوى الدفاع. رضا سليم اللي دخل منذ قليل أكيد كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني للجيش الملكي. كنقول أنه للمرتدات الهجومية السريعة فأكيد كانت مصدر خطورة لياسين الخروبي، كانش على ود تصدى لهذ الكرة وبالتالي كطيع هاد من جديد هاد المحاولة بالنسبة لياسين الخروبي. ورضا سليم كيتمكن يوضع الكرة في الشباك. نتابعوا التمريرة من جوزيف ديدي، توضعت الكرة بتسديدة بقوة. لاحظوا لهاد فقد التوازن ديالو، مشى بكل قوة رضا سليم وضع الكرة في الشباك. 2-0 لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف يمكن نعتبره يعني في هذا التوقيت مهم جدا بالنسبه لفريق الجيش الملكي وقاسي على فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره لاعبين وكذلك الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لانه جاء تقريبا في حدود الدقيقه 87 على بعد الوداد، ولكن اليوم كذلك القى امام فريق منظم فريق الجيش الملكي. صحيح انه اغلب الوقت كما قلت لعب للدفاع، ولكن كل فريق يحاول يلعب بامكانيته. هذه فرصه راسيه ديال الناهيري، ومن جديد تدخل المدافعين لفريق الجيش الملكي. فرصه ايوب الكعبي كيتمكن انه يلمس الكره بعد ما سددها محمد الناهيري كيوضع الكره في الشباك. الهدف الاول لفائده فريق الوداد بواسطه ايوب الكعبي بعد ارتباك الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. تابعوا من جديد رفعات الكره الراسيه ديال محمد الناهيري، من جديد هنا كان الاختراق امام المرمى، تمكن محمد الناهيري انه يسدد. لاحظوا انه مشى ايوب الكعبي لمس الكره ووضع الكره في الشباك. 2-1 لفائده فريق الجيش الملكي. كل شيء ممكن كرة القدم، كل شيء ممكن. أكيد صحيح بأنه كان لعبوا الآن كل التوالي الأخيرة من الوقت قصدي، ولكن في انتظار أنه تعرفوا. وهدف ثاني شخصي لهذا اللاعب اللي دخل منذ قليل، كنقول بأنه هدف تأهل بالنسبة لفريق الجيش الملكي. فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي في الوقت اللي أكيد هناك سيء كبير بالنسبة لجماهير الوداد. إذن الهدف الثالث لفائدة فريق الجيش الملكي وثنائية لرضا سليم. لاحظوا الخطورة، تمريرة من جوزيف ديدي نحو اللاعب سليم يراوغ يوضع الكرة بهدوء كبير. رضا سليم ورقة
رابحة بالنسبة لعبد الرحيم طالب في هذه المباراة. ومن جديد المرتدات الهجومية خطيرة مكلفة لدفاع فريق الوداد. إذا ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فرحة للطاقم التقني بالنسبة لفريق الجيش الملكي. لأن الكل كان كيعتبر بأنه المهمة ليست بالسهلة أمام فريق بقيمة وبحجم فريق الوداد اللي كان منتشي اكيد بفوز مهم بموريتانيا امام نواديبو، فريق اللي احتفظ تقريبا بنفس المجموعه. هناك انسجام جوج المدافعين تم عند الفرصه من جديد في هذا الفريق الجيش الملكي. والقائم والقائم ينوب عن الحارس ياسين الخروبي، كيقول عنه ياسين الخروبي اوت، ياسين الخروبي خارج المباراه يعني بعد الخطا اللي ارتكبه، وهذا تحدثت عليه ياسين الخروبي. لاحظوا كان بامكان الكره يعني تغلط للخروبي وتعانق الشباك حسن حظه، الكره ضربت في القائم وتحولت لمن احد اللاعبين تحولت للزاويه، ولكن